جالس تقول لي الشغل مرة ثانية؟ أنا أصلاً قلبي كان حاسس إن جلستك في البيت هذه لا دخل فيها، بس كنت أقول حرام عليك يا هند، لا تنقدين عليه وعلى نفسك. وفي النهاية طلع إحساسي صح، وإنت جالس تكذب علي. يا حبيبتي أنا مو قاعد أكذب عليك، أنا بشرح لك كل شيء، بس خليني أطلع الآن من هالمكان. ماني طالعة من هنا لين ما تقول لي وش القرار هذا اللي لازم تاخذه قبل لا ترجع لها. حبيبتي فاطمة طلبت مني ان انا احضر لها كم تركيبة مغشوشة عشان تبيعها، طبعا انا رفضت وتهاوشنا وطلعت من المحل. وهي ليش تبي تركيبات مغشوشة؟ تبي تربح اكثر من غير لا يكلفها اي شيء الموضوع، عشان كذا لازم نطلع من هنا. خذي عيالنا وناخذ اغراضنا ونمشي يا حبيبتي. زين خلاص حبيبي لا تضايق نفسك، يلا الحين نمشي. يلا ما ادري، انا اشوف ان احنا نكمل بنفس الطريقه يعني. عبد الرحمن اكلمك بعد شوي. احسبوا حسابكم انتوا الاثنين، بكره انا مسافره، ومثل ما قلت لك يا زينه مرة ثانية ما تنزلين للمحل أبد. وأحب أذكركم بعد، فيبي ما حد يكلمها ولا حد يزعلها. يما حبيبتي أنا عارفة إن موضوع السفر مستحيل غير رأيك فيه، قرارك وأخذته، بس لو تفكرين فيها شوي الوقت تأخر عنك تسافرين، أو حتى على احتمال إنهم يرجعون معاك، فما لي داعي. هذا بالنسبة لك أنتِ، أما بالنسبة لي أنا لو باقي من السنة ساعة بدور عليهم. أنت عارفة وش اللي أخرني؟ اللي أخرني الشيخ أنور، كنت أجلس 24 ساعة في المحل أنتظر متى يرجع عشان أسأله بأي ديرة سلطان وأجيبه معي وأخرب وصية بدر. هالدرجة تكرهين يا أمه؟ أكرهها؟ الكره شوية عليه. هلا ماما. هلا ماما. مستانسة أشوفك. طبعاً.